التعديلات التي ستجري وفق أهواء وأمزجة سياسية خاصة للمحافظة على المكاسب السياسية السابقة واللاحقة والآنية التي حصلت عليها بعض القوى السياسية بعد انسحاب التيار الصدري لتمرير وتعديل القوانين، إذا ما مررت بهذه الطريقة دون الأخذ بنظر الاعتبار رأي الشارع العراقي ورأي المرجعية ورأي القوى السياسية، أعتقد ستصاب الديمقراطية بكارثة، وممكن أن تخرج تظاهرات عارمة تقودها حتى شخصيات مستقلة وشخصيات وطنية غير معنية بالشأن السياسي، لأن هناك من يريد لهذا البلد أن يستقر وأن يبنى هذا البلد وفق تطلعات الشعب العراقي ووفق تطلعات الوطني العراقي. الإطار السياسي حقيقة يريد أن يستأثر بكل أو الإطار التنسيقي عفوا يريد أن يستأثر بكل المغانم التي حصل عليها بعد انسحاب التيار الصدري وتمرير هذه القوانين، وهذا مخالف أيضا للنظام الداخلي لمجلس النواب ونظام القوى ائتلاف إدارة الدولة الذي نص على أن تكون هذه عمر الحكومة هو سنة أو سنة ونصف، وبعد ذلك تجرى انتخابات دون المساس أو الإشارة إلى تعديل قانون الانتخابات. قانون الانتخابات عدل بناء على تظاهرات تشرين وبناء على رأي المرجعية، فمن يريد أن يخالف المرجعية بالدرجة الأولى ويخالف الشارع العراقي، إذن هو لا ينتمي إلى أفكار ورغبات الشارع العراقي وتطلعاته، وهذا حقيقة يسبب لنا ولكل مواطن وطني عراقي غيور قلق في المستقبل القريب وقلق على مستقبل العراق والديمقراطية العراقية.